استاذ عبد الله حقيقه تم ان نخلص الموضوع انه فقط صراع مع الحكومه، انا اتصور هذا قصر في النظر، يجب ان نبتعد اكثر في الرؤيه. هذه الضربات تتزامن مع كل سعي لدوله رئيس الوزراء في ان ياتي بثمار الاستثمار، يعني امس لقاء مع السفير البريطاني، سبق انه كان راحل الى مؤتمر سويسرا في رحلته الى الولايات المتحده الامريكيه، مع كل هذا السعي تاتي ضربات وتحرج الحكومه العراقيه. هنا ياتي فاصل جديد، انه المجتمع الدولي ثقته بالحكومه العراقيه وبالشارع العراقي والامن الداخلي العراقي تهتز صراحه، هذا خطا. واضافه الى ذلك، احنا اذا قدرنا نمكن انه نجيب استثمارات الى العراق، راح العالم يدعي لنا، راح لما يصير عندنا مشاكل هي الشركات والدول اللي عندها استثمارات في الداخل العراقي تمانع هاي المشاكل اللي تصير، لانه راح تنضرب مصالحها. اذا من يريد ان تتوقف هذه عمليه جلب الاستثمار هو لا يريد الامن للعراق، لا يريد الازدهار للعراق. انا برايي انه هذه اوسع من انه تكون صراعات داخليه عراقيه، واتصور انه مع سعي دوله رئيس الوزراء اقليميا ودوليا على نيل هذه الاستثمارات، اتصور بانه الصراع خارج من موضوع بسيط داخلي عراقي. هذا تصوري في الان، يعني في الظرف الحالي، يعني السعي ما بين الاستثمار والسعي ما بين زعزعه الامن العراقي.